في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بشأن تكليف عدد من الوزراء الذين يمثلون مختلف القطاعات الخدمية بزيارة المدن والقرى لتفقد احتياجات المواطنين فيها ومتابعة المشاريع التي تنفذ أو الجاري تنفيذها وتعريف الأهالي بخدمات الرعاية والبرامج التنموية للمواطنين في قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية. قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بزيارة إلى قرية النبي صالح، حيث عقد لقاء مفتوحا مع الأهالي وذلك بمقر نادي النبي صالح، إذ استمع إلى ملاحظات الأهالي واحتياجاتهم من الخدمات الحكومية في قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية بهدف الوقوف على تلك الاحتياجات والعمل على تلبيتها. ولفت حميدان إلى أهمية أن يتعرف المواطن على الخدمات المتنوعة التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية وآليات الاستفادة المثلى منها، خصوصا ما يتعلق بالخدمات المعيشية التي شهدت تطورا كبيرا تلامس تغطية احتياجات المواطن في من ذوي الدخل المحدود، والمشاريع التي تعنى بتمكين الأسرة المنتجة والأفاق التي تفتحها تلك الخدمات لهذه الأسر لتطوير منتجاتها والاعتماد على ذاتها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد حميدان أهمية دور المنظمات والجمعيات الأهلية باعتبارها شريكا أساسيا مع الحكومة في تنفيذ البرامج التنموية، منوها بدور العمل التطوعي والخيري في التقريب بين الجانب الرسمي والمواطنين. من جانبهم أشاد الحضور بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، مثمنين اهتمام سموه بإيصال الخدمات التنموية والرعائية والتأهيلية إلى جميع مدن وقرى البحرين، كما استعرض الأهالي خلال اللقاء أبرز متطلبات واحتياجاتهم والصعوبات التي تقف أمامهم للحصول على الخدمات التنموية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، كما قدموا مقترحات بشأن تطوير تلك الخدمات والمشاريع بما يحقق الاستفادة المثلى منها والعمل على تلبيتها في إطار التيسير على حياة المواطنين وفق الأولويات المدرجة ضمن برنامج عمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.